هو صراحة يعني ليس من السهل أنك يعني تخرج بهذه النتيجة هذه ديال 0-0، خاصة أمام هذه الجماهير الغفيرة اللي سندت يعني الفريق ديالها. الفريق ديالو يسمى صراحة يمتلك واحد المجموعة من اللاعبين المهاريين في الهجوم، مساندين يعني بالأظهرة بجوج. تنظن أنه الوداد اليوم كان مركز بشكل كبير، تكتيكيا كنا واقفين بشكل جيد، كنا مركزين على اساس اننا ما ارتكبوش اخطاء. طبعا كانت هناك بعض الهفوات يعني في التغطيه خاصه في وسط الميدان اللي خلتنا اننا تحت واحد الضغط، ولكن كان ممكن من خلال ربما ثلاثه ديال المرتدات، من خلال ثلاثه ديال الكرات الثابته، كان ممكن اننا نوصلوا للمرمى الفريق الخصم. مع الاسف اننا ما سجلناش هدف اللي كان ممكن يسوى يعني الثمن بالنسبه للمجموعه ديال المقابلات، ولكن تنظن انه 0-0 نتيجه ايجابيه، لانه في المغرب في الدار البيضاء بالخصوص الجماهير ديالنا غتكون حاضرة وغتساندنا كما الجماهير ديال ليزما اليوم ساندت ودفعت الفريق ديالها.